يا صباح الخير على حضراتكم. آخر فقرة النهاردة في هذا الصباح هنتكلم فيها في موضوع ما فيش حد فينا ما بيتكلمش فيه، اللهم إلا يعني الإنسان اللي ما شاء الله ربنا مديله نعمة إنه مهما أكل ما بيبانش على وزنه، فما بيبقاش مهتم قوي بحتة إيه رجيم ودايت ووزن زاد أو كده. في ناس بجد تركيبتها الجسمانية كده بنحقد عليهم، أعتقد أغلبنا بيحقد على الناس يعني نعمة من عند ربنا لكن أغلب الناس يا باسم بتقعد طول حياتها تفكر في رجيم معين ونظام غذائي معين يمشي عليه عشان يا إما وزنه يقل لو هو عنده زيادة في وزنه أو يحافظ على وزنه. حتى في ناس بتقولك أن الحفاظ أو الثبات على الوزن ده أصعب من فقدان الوزن. في من ضمن الأنظمة الغذائية اللي ظهرت من فترة والناس بقى بتتكلم عليها وفي ناس كتيرة بتقولك دي حلوة جدا وبتجيب نتائج، فكرة رجيم الرز، يعني تقعد صبح ظهر عصر مغرب عشاء طول الوقت بتاكل رز لمدة قد ايه والكلام ده صح ولا لا؟ طب وكمية الكربوهيدرات دي او النشويات دي لما تدخل جسمك امتى هتتحرق وازاي، وهل ليها اثر على الكبد، والدايت ده يعني نمشي عليه ولا لا؟ كل دي معلومات هنتكلم فيها مع ضيفنا الكريم اللي منورنا الدكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذية العلاجية. يا اهلا وسهلا يا دكتور. صباح الفل. صباح الخير يا دكتور. ازيك يا صديقي؟ اهلا وسهلا. صباح النور. يمكن دكتور رامي دايما من الضيوف الاعزاء اللي دايما بيفجر قنابل هنا في الاستوديو، دايما بيقول لنا على افكار وحاجات ما كناش نعرف او يمكن فاكرين دايما الدنيا ماشيه بشكل والدراسات العلميه او الحاجات الجديده اللي بيقولها لنا ماشيه بشكل مختلف تماما. رجيم الرز هو عباره عن ايه اصلا؟ انا واحد من الناس اللي ما سمعتش عليه قبل كده، حاولت ادور فيه شويه لكن ما اقدرش اقول ان انا فهمت ابعاده كامله، يا ريت حضرتك توضحه لنا. خلينا نقول ان هي الفكره كلها الناس دايما تسمع رجيم الرز زي ما انت قلت في المقدمه، الناس انا هفطر رز واكل رز واتعشى رز. هي الفكره مش فكره رز بس، لا لا، هي الفكره كلها ان الرز ده هو يعتبر وجبه سائده في اغلب دول العالم وطبق رئيسي يعني. فهي الفكرة طب أنا لما أمنع عنك الرز وأمنع عنك المكرونة وهنوصل في الآخر لإيه؟ فلما جه الناس بدأت تعمل أبحاث وجدوا أن الكربوهيدرات أو النشويات اللي هي جزء من الكربوهيدرات ليها دور كبير جدا في صحة الإنسان وفي فيتامينات ومعادن حاجات كتيرة جدا، واللعبة كلها في لعبة تقنين السعرات الحرارية اللي هي أغلب الناس بتفكر فيها. طب أنا هقلل لك السعرات الحرارية وهبدأ أدور على أكتر حاجة بتعمل سعرات حرارية ألا وهي الدهون اللي هي الجرام الواحد فيها بيديني 9 سعر حراري، فبالتالي أنا هقننها في البرنامج الغذائي وهديك مساحتك من الكربوهيدرات، هقنن الصوديوم، وبالتالي طالما أنا قننت الصوديوم فأنا هبقى كده بتعامل مع مريض الضغط العالي إن أنا قادر أعالجه، فبالتالي الرجيم ده مع الصحة الغذائية بدأ يدي نتائج كويسة. بيخسس عشان انت قللت السعرات الحراريه لان هو بيديك نزول قاسي جدا في السعرات الحراريه، يعني في بعض البرامج في رجيم الرز في بعض البرامج فيه بتبقى 800 سعر حراري، بس ال 800 سعر حراري هتلاقي ربعهم موجود في وجبه الغداء في طبق الرز، وبقيه اليوم فانت بتبدا تبقى متكتف لان انت خلاص انا بمنع عنك الدهون بصوره كبيره جدا، بتاخد دهون الصحيه البسيطه في حاجات معينه، بتاخدها في المكسرات، بتاخدها في صفار البيض، حاجات بسيطه تماما، حتى لو كانت الدهون اللي موجوده في اللحوم كميه البروتين قليله، وبتبعد تماما عن اي مصدر من مصادر الصوديوم، وهنا بتبدا تحصل مشكله. بنزل في الصوديوم. معلش دكتور رامي انا اسف اسمح لي لان انا انا ما فهمتش، خلينا نمشيها بكام وجبه في اليوم، كل وجبه مكونه من ايه، ده يوضح الامور شويه. وايه علاقه الصوديوم اللي حضرتك قلته في الاخر ده؟ ما هو انا بقول لك هو العنوان بيلفت النظر اللي هي فكره ان انت هتاكل رز بس، لا هو العنوان مش كده، هو مش الغرض الرئيسي من دايت انك تعمل نظام غذائي. خلينا نمشيها وجبه واحده. انت لو وجبه الفطار، وجبه غدا، وجبه عشاء، يعني عندك التلات وجبات. جميل. التلات وجبات مقننين في السعرات الحراريه، يعني احنا المفروض ان كل بني ادم على وش الارض ليه حساباته في السعرات الحراريه. انا باخد 1000، حضرتك بتاخدي 1200، حضرتك بتاخد 1400 حسب الارقام بتاعتك. لا جميل. هو بيقنن لك، بيخلي لك 1200 لغايه 800 بناء على طبيعه الشخص وطبيعه حياته فبالتالي انت هتاخد ال1000 سعر حراري لما بنيجي نقسمهم على الثلاث وجبات، فانت بتلاقي نفسك قيمه الوجبه او كميه الوجبه قليله جدا. تمام. فبالتالي بالتبعيه هتخس. لو انت متعود انك تاخد 2000 سعر حراري، لما خليهم لك 2000 هيبقوا هتخس ايا كانت الكينونه بتاعه السعرات الحراريه. طيب رجيم الرز بيعتمد، أي كانت الكينونه يعني جايه من دهون او من نشويات او من بروتين بالظبط، ده في فتره زمنيه معينه
انت خلاص طالما كنت 2000 بقيت 1000 ايا كانت المكونات اللي جوه، فانت هتنزل في الوزن. ده رجيم الكالوريز، الكالوريز بالظبط هو بيلعب على النقطه دي. طب انا بعمل موديفيكيشن جوه في ايه؟ لا انا لما بيجي مثلا رجيم السعرات الحراريه انا ببعد عن النشويات وببعد عن الدهون. دايما تيجي يقول لك ايه كل حاجه خالي الدسم، كل الحاجه ما تحطش سمنه، ما تستخدمش حاجه زي دي، وفي نفس الوقت انا عايز كمان اعمل لك تكتيف اكتر في السعرات الحراريه، فاقول لك امنع نشويات، امنع عيش، امنع رز، امنع مكرونه. وبنسمع الكلام ده في انظمه الدايت القديمه بالزبط. القديمه تماما اللي هي خلاص بتقف عند مرحله زمنيه معينه وبتحصل المشكله، لا انا عارف اثبت ولا انا عارف افضل في حاله نزول للوزن وبرجع تاني ازيد في الوزن. الناس بترجع تاني خلاص، انت مش هتفضل طول حياتك ما بتاكلش نشويات ولا طول حياتك ما بتاكلش دهون بصوره صحيه. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. طبعا ليه ما ينفعش افضل طول حياتي ما باكلش نشويات؟ ما انت مش عمرك ما هتوصل في يوم مش هينفع ليه. هقول لك ليه. انت عندك القيمه الغذائيه بتاعه النشويات، انت العربيه دي محتاجه بنزين، البنزين ده هو النشويات، جسمك محتاج طاقه، الطاقه دي بتيجي من النشويات، الجسم اسهل حاجه يقدر يحولها لك. الطاقه يا دكتور من البروتين يا دكتور. ما هو انت هيبقى قدامك لا البروتين ما بيتحولش يبقى طاقه، اخد طاقه من مصادر، في مصادر الدهون. ثانيه يا دكتور الدهون. الدهون احنا عندنا كربوهيدرات، بروتين ودهون بالظبط كده. تمام. البنزين بتاعك عشان تقدر تمشي هو الكربوهيدرات. ليه؟ لان دي اسهل حاجه ممكن تتحول لاي تي بي. كربوهيدرات يبدا يبقى جلوكوز في الدم، يطلع الانسولين من البنكرياس ياخد الجلوكوز يدخله جوه الخليه يخش حاجه اسمها كريب سايكل عشان يطلع لي في الاخر حاجه اسمها اي تي بي اللي هي الطاقه، عمله الطاقه بتاعتك. تمام. دي اسهل حاجه تتم بسهوله جوه الجسم. الدهون امتى الجا للدهون؟ لو انا هشفت السيستم ده اقول له اركن انت على جنب، انا مش محتاج انسولين، دي شريحه تليفون تانية انا هركنها على جنب وهطلع شريحه تانية اسمها الاجسام الكيتونيه اللي هو في نظام الكيتو دايت. خلاص انا لغيت ده وطلعت نظام تاني خالص هو الاجسام الكيتونيه، ودي حسبه تانية لانتاج الطاقه و فدايما تلاقي الناس اللي بتعمل كيتو دايت طاقتهم عاليه، بيمارسوا نشاطات بصوره كويسه، بس يبقى عامل الدهون الكتير اللي بياخدها على المدى البعيد عشان الاجسام الكيتونيه تطلع برضو. طب انت تحط نفسك في ريسك. اتناقش مع حضرتك يلا بينا. بعد اذنك يا باسم. انا كيتو بقى لي سنتين تقريبا. تمام. كل اصحابي عارفين ان انا كيتو وعندي ولاء جدا للكيتو لاني مقتنعه بيه. جميل. طيب حضرتك بتقول لي بيبقى انه هو عنده طاقه وكده، لكن بيبقى ان هو تحت رحمه الفحوصات بتاعه الليبيد بروفايل او المشاكل الدهون. اولا يا دكتور هو اي حد لازم المفروض الطبيعي بتاعنا ان احنا كل فتره نعمل فحوصات. جميل. تاني حاجه حضرتك بتقول ان انا كل طول الوقت باخد دهون. جميل. ما هو برضو يا دكتور الكيتو مش معناه ان انا يوميا اكل 4 كيلو كفته وخمس فرخات. خلي بالك ده بروتين، ده بروتين. ما هو بالظبط، ما هو مش الكيتو في مش ناس كده. في ناس ليه بتعلى عندها نسب الدهون؟ عشان برضو كمية الدهون اللي بياخدوها. ما هو أنا كيتو بقى فمش هاكل نشويات فيلا أكل دهون براحتي. بس لا خلي بالك هي إن مش كده الدهون، فهي لو معمول ب ب ب دهون صحية. ب ب ب بدهون صحية وبتوازن وجبات متوازنة، يعني انا بعتقد انه ممكن يبقى، ممكن ابقى غلط طبعا، انه ممكن يبقى افضل بكتير من فكره ان انا اعمل رجيم رز، رجيم كربوهيدرات عمال ادخل جسمي سكر مباشر وغير مباشر. تقنين حسبه الدايت عامه ان انا اقنن حاجه معينه، ما انت تعالي بقى انا اخد حضرتك ونقعد مع حد من المقتنعين بالفيجيتيريانز ونبدا نخش في جدال. ده هيقنعك الرجيم النباتي، فاحنا عملنا حلقه عن الرجيم النباتي يعني. فده بيتكلم باسس علميه وده بيتكلم باسس علميه. الموديفيكيشن ده او التمحور في النظام الغذائي ده ليه اساس. انا دلوقتي الكيتو دايت ده اصلا مش نظام صحي. بمعنى ايه؟ يعني انا ما اقدرش اقول ان انا 100 مليون انا ممكن امشي ال 100 مليون على نظام الكيتو دايت. طالما انا عملت سيلكشن يبقى ده خلاص ده مش نظام صحي، ده مش نظام متزن ينفع لكل الناس بالظبط. طب الكيتو دايت ده كان بدايته ايه؟ هو اصلا بدايته كانت 95% دهون وال5% الباقيين بروتين وشويه كربوهيدرات. ده بدايه الكيتو دايت. وكان معمول لان الاجسام الكيتونيه دي من الحاجات اللي المخ بيحبها لان هي كلير، يعني ككيمياء حيويه هي حاجه صافيه وبتدي طاقه و و و فلقوا ان النتيجه دي بتيجي كويسه جدا لمرضى الالزهايمر، بيجيب نتيجه حلوه. ده كانت بدايته. بدا ينزل لغايه لما بقى 75% دهون، اعتقد ده اللي انت ماشي عليه، 75% دهون والباقي بروتين وكربوهيدرات. طيب انا دلوقتي عندي لو خدت اي نوع من انواع النشويات او الكربوهيدرات اللي تحرك لي الانسولين انا بوظت الكيتو دايت، فبالتالي هعمل تقنين شديد جدا في الفاكهه
هسمح لك بس بالتوت والفراوله، لان اي حاجه من الحاجات الثانيه هتطلع لي الانسولين. خلاص انت عارف انت مش قادر، مسكت العصايه من النص، لان انت عارف تروح للكيتو ولا عارف بس تبقى حضرتك متزن. انا احنا برضو النهارده مش عن الكيتو، عن الرجيم الرز هنرجع له، ممكن نبقى نقعد نتكلم مع مناظره مع حضرتك في موضوع الكيتو. لا لا مش مناظره، انا مش ضد، انا لا انا دكتور تغذيه علاجيه. تمام طبعا، فبتشوف الانظمه المناسبه للناس. لا تمام، بس هو ردا على اخر جزئيه دي، هو لا انا ممكن ابقى امشي على لو كارب دايت، يعني اللي هو الرجيم او النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات. ده ببقى في المجمل انا كيتو، ما باخدش كربوهيدرات، ولكن ممكن ادخل معايا في حدود ال 30 ل 40 او 50 جرام من النشويات المسموح لي في اليوم، تفاحيه، شويه فراوله، الحاجات دي منها اخد طاقه واستفاده منها بدون ما تاني ازود السكر في الجسم. عموما عموما نرجع تاني لموضوعنا، رجيم الرز. يلا بي. تنصح بيه امتى وازاي؟ انصح بيه رقم واحد لمريض الضغط العالي. شوف انا بدات اعمل خلاص ناس من مجموعه من الناس. ليه؟ لان هو بيقنن الصوديوم بصوره كبيره جدا، وبالتالي الصوديوم ده من احد الاسباب الرئيسيه لارتفاع الضغط. تمام. الناس المرضى الضغط العالي، الناس اللي بتاكل ملح كتير، الناس اللي بتجيب المعلبات من بره اللي فيها صوديوم فدايما الصوديوم متهم رئيسي في الناس مريضه الضغط العالي. فبالتالي اي تفكير منطقي هيخليني افكر في الرجيم ده رقم واحد، يا اما يخليني افكر في رجيم تاني اسمه داش دايت، برضو من الانظمه اللي بتقنن الصوديوم. خلاص كده انا بدات اقنن الصوديوم، فانا هقدر اخدم ده. تمام. طب انا امتى اقول ده ينفع لكل الناس؟ انا دم يعني مريض الضغط العالي لازم اشتغل له على الصوديوم على طول. بالزبط. نسب الصوديوم عنده، نسب الصوديوم من الحاجات اللي بتتاثر. هو طبعا مريض الضغط ده حلقة كاملة عشان نتكلم عنه، لان انت عندك الصوديوم ممكن يبقى متهم، ممكن يبقى اثيروسكليروز تصلب شرايين، واسبابه ممكن تبقى تراكم في دهون، وهنخش بقى في ابحاث كوليسترول و و و او اما يبقى عنده مشاكل في الكلى او مشاكل بقى في الشرايين المغذيه للكلى و و و. فده دايما بيبقى عنده سبب، بس يبقى الصوديوم من الحاجات الرئيسيه. اول ما الشخص ده بيصنف مريض ضغط عالي، من الحاجات اللي بيحصل فيها تقنين بصوره كبيره جدا، بينزل من 3000 ملي جرام في اليوم، ينزل يبقى ممكن يبقى 500، ممكن يبقى 1000 بالكثير قوي. فرجيم الرز بيعمل تقنين كبير جدا للصوديوم، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيعمل تقنين شديد للدهون. كل الدهون المشبعة بيمنحها، كل المصادر الرئيسية للدهون المشبعة بيمنحها، وبيعتمد على الدهون الصحية. فبالتالي أنا خدت تاني جزء من السبب لمريض الضغط العالي، ألا وهو مشاكل تصلب الشرايين وتراكم الدهون والكوليسترول والقصة دي كلها، ما هي ده المتهم الرئيسي فيها. تمام. وأبدأ أديله القصة دي. طيب أنا عندي حاجة تالتة، حاجة اسمها تريجليسرايد أو الدهون الثلاثية. دايما المتهم في الدهون الثلاثيه هو الكربوهيدرات. لا، انا في رجيم الرز عامل تقنين شديد جدا لكميه السعرات الحراريه اللي موجوده. انا بديك 1000 سعر حراري، او ممكن ادي لك جزء كبير منهم كربوهيدرات، بس لا يرتقي للرقم اللي ممكن يعلي لي التريجليسرايد. هي دي فكره رجيم الرز. احنا بس بنوضح للناس، لان الناس دايما بتسمع الافكار دي كتير وبيبدا يجي في زي ما انا قلت في الاول، يعني رجيم الرز يعني هتفطر وتتغدى وتتعشى رز. لما نقول رجيم الرز هي دي الفكره، هي دي بتبقى الفكره. هو عايز يوصل لان الشخص ده هو مش مهم كمان كلمه رجيم الرز، لا مهم ان انت هتنزل كم كيلو في الاسبوع. هي دي لعبه الماركتنج اللي بتحصل. وبعد ما حقق الهدف منه، يعني بعد ما نزلت العدد الكيلو جرامز او عدد الوزن اللي انا محتاج ان انا انزله، يعني مفيش خطوره ان انا برجع ازيده تاني لما برجع اكل بشكل طبيعي؟ ده اللي بيحصل مع اغلب الامراض. نرجع بقى للعنوان الرئيسي اللي هو التغذيه العلاجيه، انك ازاي تقدر توصل لنظام صحي ينفع يعيش معاك. يعني لما تيجي تقول لي انا الكيتو قدرت امشي عليه وبقيت منتظم عليه سنتين، فده نظام ينفع يمشي معايا. لما نيجي نتكلم كمان سنتين وتقولي لي نفس الهيستوري، انا فضل على الكيتو 4 سنين، فهو ده هي دي الفكره. لكن لما اجي اقول لك انا مشاكل جانبيه تانيه، طبعا ده حقيقي. لما اجي اقول لك انا هاخد نظام غذائي وهطبقه لمده اسبوع او اسبوعين، او هطبق لك نظام ايا كان لمده فتره زمنيه، فده ما يصنفش نظام صحي ولا نظام غذائي. ممكن اعمل ده لايف ستايل، اللي هي الكلمه المنتشره قوي، نظام حياه. بالظبط. حتى لو همشي بالتدريج معاك، همشي بالتدريج معاك بناء على فحوصاتك، بناء على الديلي روتين بتاعك، النظام اليومي بتاعك، نشاطاتك، ممارسه الرياضه. معلش دكتور رامي، بس سريعا جدا عشان بس ما حدش يسمعنا يقوم واخد هذا النظام ويبدا تطبيقه، يقول انا محتاج انزل من غير اشراف، من غير متابعه، ويفضل يقسى على نفسه يقسى على نفسه يقسى على نفسه لحد ما يوصل للرقم اللي هو عايز يوصل له، وبعد كده يقول انا هرجع تاني اكل بشكل طبيعي. في خطوره في تطبيق هذا النظام، محتاجين متابعه، محتاجين اشراف
عشان برضو ما حدش يتعب ويقول انا شفته وبالتالي كان بينصح بيه في التلفزيون. لا لا طبعا احنا ما بننصحش بيه في هذا الصباح. كان بينصح بيه في هذا الصباح. لا 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 باسم اللي قال على الدايت ده. لا لا احنا عايزين نقول دايما احنا دايما بنوعي الناس اللي هي لازم تعرف كل الافكار والدنيا ماشيه ازاي. لكن كل حاجه ليها اثارها الجانبيه وليها مشاكلها الصحيه. لان انا يهمني في الاخر انك تنزل 10 كيلو بس لما اجي اعمل فحوصاتك كامله الاقيها كامله مظبوطه. ما اجيش اعمل نزلك في الوزن واجي اطمن على صوره الدم مثلا الاقي عندك انيميا او عندك نقص في الحديد او عندك لازم تتابع مع دكتور او استشاري تغذيه علاجي. لازم احنا بنوضح للناس طريقه الافكار عشان ما يقدروش الناس اللي بتتصدر المشهد في الماركتنج تسيطر على دماغها. يعني الف شكر لحضرتك على كل هذه المعلومات ودايما بتقول لنا على افكار وانواع جديده من الانظمه الغذائيه. دايما ان شاء الله معانا دكتور رامي وهنشوف برضو تفاصيل اكتر عن الكيتو دايت بقى في حلقه ثانيه. ده لازم ان شاء الله ان شاء الله حلقه فيها مناظره. أيوة. على الكيتو مع وضد وباسم هيجي في فريقي مع انه مش مع او ضد. بنشكرك كده. بنشكر حضرتك مره ثانيه دكتور رامي صلاح الدين استشاري التغذيه العلاجيه. الف شكر. شكرا. بنشكر حضراتكم جزيل الشكر على متابعتكم لحلقتنا النهارده. بشكرك يا باسم شكرا جزيلا. شكرا ليكي من وان شاء الله غدا نلتقي مع حضراتكم في تمام الثامنه صباحا في يوم جديد وحلقه جديده من هذا الصباح باذن الله. شكرا. الف شكر مشاهدينا.